أهلا بكم من جديد أحبتي. Welcome again. إذن اليوم في هذا الفيديو مع الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدور العادي 2019 اللغة الإنجليزية مسلك العلوم الإنسانية. مسلك العلوم الإنسانية. إذن كما العادة دائما نتطرق إلى اللانجويج التي كما سبقنا للذكر بأنها مهمة جدا لأنها تعتمد على القواعد وفيها 15 نقطة. نحاول أن تنتبهوا معي جيدا لكي تفهموا طريقة حل الأسئلة في اللانجويج بطريقة سلسة. إذن السؤال الأول: put the verbs in brackets in the correct form or tense. إذن verbs. Number one: we make joined as. صافي. We already agree on the date of the meeting. إذن لاحظتوا في الجملة ديالنا هذه عندنا فيها two actions. صافي. الأكسيون الأول يعني الحدث الأول هو هذا. أوكي. We make joined as. الحدث الثاني هو هذا. صافي. لاحظتوا عاوتاني عندنا هنا أوكي. عندنا هنا ما يسمى بالكلمة السر كلمة المفتاح اللي هي when. إذن لكي تكون عندنا when الفعل اللي كيتبعها خصو يكون simple past. لاحظتوا هنا joined والفعل اللي غادي يكون من بعد منه لا قبل ولا الأخير يعني على حساب الجملة خصو يكون past perfect. إذن هنا when make joined as we had already. Okay, we had already agreed. صافي. We had already agreed. هنا إذن already راه ماشي فعل. Already adverb of time. صافي. غير ديال الوقت كيبين لنا فوقاش وقع داك لاكسيون. صافي. ديجا يعني بالفرنسي كيقولوا ديجا. صافي. We had كنديرو ما بين الأوكسيليار had وما بين الفعل agreed يعني we had already agreed on the date of the meeting. إذن إلا لاحظتوا هنا ملي كيكون عندنا في الجملة حدثان يعني في الجملة وحدة حدثان أحدهما يسبق الآخر يعني one preceded by the other هذاك اللي كيسبق في الوقت هو اللي كنديرو في past perfect الآخر كيكون في simple past. إذن we make joined as يعني make من ضمت إلينا شنو لقيت بأن ديجا اتفقنا على ماذا the date of meeting اتفقنا على تاريخ اللقاء. صافي. يعني اتفقنا احنا عاد make انضمت إلينا. Good. Number two. The police officer ordered the driver. يعني الشرطي ولا ضابط الشرطة ordered. Okay. Ordered يعني أمر the driver السائق أن stop and get out of the car. سيوقف ويخرج من السيارة. Okay. إذن the police officer ordered. إذن كلمة السر هي order. صافي. إذن هادو من الدرس ديال gerund and infinitive. يعني ملي كيكون عندنا order اوتوماتيكمون كيكون عندنا to. صافي. The driver to stop. إذن عطى الأمر للسائق ليقف لكي يقف ماشي stopping. No it's not correct. ليقف and get out of the car. وعاوتاني هي هادي عندنا and و يعني حتى هاد الفعل كيلعب دور كبير باش نديرو هنا infinitive. صافي. باش نديرو هنا infinitive. Good. دائما حاولوا تقلبوا على كلمة المفتاح كلمة السر أو المفتاح. B. Tick. Tick هي هذه العلامة هذه. صافي. The correct sentence يعني غادي نديروا علامة هذيك العلامة في ذاك المربع في الجملة الصحيحة. الجملة A ولا A. If I had known Jamal before we would have traveled together last summer. B. If I know Jamal before, we would have traveled together last summer. إذن هذا الدرس هذا ديال conditional. نشوفوا إحنا الجملة اللي صحيحة في conditionalنا. شوفوا الجملة الأولى. عندنا فيها F زائد ماذا؟ Past perfect. عندنا هنا would have زائد past participle. Good. إذن هذه هي الجملة الصحيحة. نجي هنا نديروا هذا الرمز هذا. B. باش نشوفوا مزيان. عندنا F. عندنا no. ما عندناش past perfect. No. simple present. إذن هذه خطأ. نشوفوا هنا في الجملة الثانية عندنا would have traveled. إذن هذه صحيح هذه خطأ. إذن هذه الجملة B it is not correct. إذن ما غادي نديروها والو أنا غير كنضرب عليها هنا باش ما نتوما لا نتوما ما ديروا فيها والو غادي تخليوها هكا خاوية. صافي. غير غادي ديروا تيك ديك علامة هنا هذه العلامة غادي نديروها هنا في واحد. Good. Number two. Do you know any good restaurant where I could have local food? B.
Okay, the A. B. Do you know any good restaurant when I could have, sorry, when I could have local food? Okay, إذن هنا الكلمة السر شنو هي؟ تقرأوا الجملة عاود تاني وغتكتشفوها بسهولة. الجملة الأولى: Do you know any good restaurant where؟ إذن الكلمة السر هنا where، هنا restaurant. I could have local food. هنا الجملة الثانية: Do you know any good restaurant؟ إذن restaurant كاينة. شنو عندنا هنا؟ when. إذن هنا when كنستعمل مع time. إذن it's not correct. Where كنستعمل مع المكان. إذن restaurant it's a place، يعني مكان. So A is correct. غادي نديرو tick. صافي. Sorry عاودتها بزاف. غادي نعاودها tick هكا. صافي. وهادي ما ديرو فيها والو. Okay, good. Then, do you know any good restaurant where I could have local food? أين سأجد المأكولات المحلية؟ Okay, أين سأجد؟ صافي. Good. مشيو C. Rewrite sentences as indicated. يعني إعادة كتابة الجمل بالطريقة التي أعطيت لنا. صافي. عندنا الجملة الأولى: Rick joined a language school. He wanted to learn Chinese. يعني Rick انضم إلى مدرسة اللغة. شنو بغى؟ He wanted to learn Chinese. بغى يتعلم Chinese. Okay, good. إذن نشوف إحنا الجملة. طولنا in order to. القاعدة ديال in order to عندنا in order to plus infinitive. Okay, إذا لاحظتوا هنا في الجملة عطونا in order to في أول جملة. شي مرات in order to كيعطيوها هنا. كيعطيونا هنا in order. Okay, in order to بين قوسين. يعني إحنا نديروها في أي مكان في الأول ديال الجملة ولا في وسط الجملة. ولكن حاليا عطاونا هما فين غادي نديروها. إذن ما علينا إلا أن نتبع هذه الطريقة. In order to. إذن دائما in order to كتكون مع الجملة اللي كان نديرو فيها سميتو الجواب ديال why. صافي. الجواب ديال why. إذن Rick joined a language school. Why. علاش هو انضم لهذا المدرسة؟ علاش؟ باش هي الجواب. باش يتعلم ماذا؟ الصينية. اوكي، لكي يتعلم الصينية، يعني اللغة الصينية. Good. اوكي. اذا هنا he wanted to، هذا تكرار، هذا كيكون تكرار غالبا في اي جملة في هذا الدرس كيكون فيه تكرار. اذا in order to ماذا؟ learn Chinese. ما تنساوش ملي كنبداو باللينكين وورد كنديروا فاصلة. اوكي. In order to learn Chinese Rick شنو دار؟ joined. اوكي، غتبقى الجمله ديالنا كما هي: a language school. اوكي، a language school. اوكي، على الطريقه ديال الجمله ديالنا. الا عطاونا هاد in order to، صافي، الا تعطاتنا هنا يعني في الاخير الجمله وعطاونا، يعني احنا عندنا الاختيار، ممكن نبداو بها وممكن نديروها في الوسط. وسهله بدينا فيها، ها هي الطريقه. ما بديناش بها يعني نديروها في الوسط، ما كنديروش فاصله، كنبداو بها كنديروا ريك، سوري ماشي ريتش، ريك. ريك جويند ا لانجويج سكول ان اوردر تو ليرن تشاينيز، بدون فواصل. ولكن ملي كنبداو بها كنديروا فاصله. نمشيو نمبر 2. I'd love to attend the concert but unfortunately I can't get the ticket. او احب اود ان احضر الكونسرت، يعني المهرجان او الحفل، ولكن unfortunately لسوء الحظ ليس لدي ماذا؟ تيكت، تذكرة. I wish. إذن الدرس ديال wish عندنا جوج ديال wish: present wish, past wish. باش غادي نعرفو present من past wish دائما كنشوفو الفعل. إذن هنا عندنا attend. أوكي، present. عندنا هنا can't present. إذن هنا غادي نطبقو القاعدة ديال present wish. صافي. الدرس ديال wish سهل. إلا ما فهمتوش مزيان دائما العودة إلى فيديو ديال present wish, past wish باش تفهمو مزيان بطريقة سهلة إن شاء الله. إذن I wish شنو غادي نديرو؟ خصنا subject اللي هو I. يعني هنا subject يعني first person I. I wish I. إذا هنا الجملة اللي مهمة هي هذه. الجملة اللي مهمة هي I can't get a ticket. يعني لوقاش إلا عندنا التذكرة غادي نمشيو لسميتو. إذا I wish عندنا can. دائما هنا في هذا الدرس أوكي، ملي كيكون عندنا جملة بوزيتيف كنردوها نيجاتيف، ملي كتكون عندنا جملة نيجاتيف كنردوها بوزيتيف. إذا عندنا كانت نيجاتيف خصنا نردوها بوزيتيف، والفعل كيتغير من سيمبل بريزنت لباست. باست ويش لا، الفعل كيتغير من سيمبل باست باست بيرفكت. إذا أنا أي ويش عندنا كانت، أي ويش أي أي كود جيت أ تيكت. أوكي، أي ويش أي كود جيت أ تيكت، تمنيت لو أني لدي ماذا؟ تذكرة للحضور هذا
المهرجان أو هذا الحفل. Okay, good. مشيو ثلاثة. They cancelled the party because of the rain. ألغوا cancel الحفلة بسبب المطر. إذن the party. إذن هنا عندنا لاحظتوا معايا subject cancelled verb the party it's an object. إذن هاد object جبنا هنا صافي. The party إذن عندنا cancel. Cancel it's in the past. إذن الفعل to be القاعدة ديال passive voice passive active voice. حاولوا عاود ثاني الا ما فهمتوهاش رجعوا للقواعد باش تفهموا مزيان. سهله كنديروا الفعل تو بي زائد باست بارتيسيبل. داك الفعل تو بي خصو ياخذ نفس كونجيزون اللي في الجمله في اكتيف. هذا كانسلد كانسلد عندنا باست. اذا الفعل تو بي في باست عنده جوج ديال فورمز اوكي اما ووز ولا وور. دائما كنشوفوا سبجكت عندنا ذا بارتي بارتي حفله وحده اذا كنديروا ووز صافي. والفعل اللي كيتبعو كيكون past participle was cancelled. Okay, the party was cancelled because okay because of the rain. صافي the party was cancelled because of the rain. تفقين by يمكن مثلا شي واحد منكم ولا غادي يسول على they علاش ما درناش they. من الاحسن ما ديروهاش وخا درتوها ماشي مشكل يعني ديروا the party was cancelled by them because of the rain. كتجي جمله ديالنا ركيكه جدا في اللغه الانجليزيه. اغلب الاساتذه كينصحوا بعدم الى عندنا فعل الفاعل فعل هنا يعني they عندنا السميه اوكي عندنا السميه ولا شي مدينه ولا شي دوله ولا شي شركه ولا الى اخره غادي نذكروها. ما عندناش من الاحسن الى عندنا هي شي ات وي يو ذي سام وان سام بادي اني وان كذا حاولوا ما امكن ما نذكروهاش اوكي. من الاحسن باش الجمله ديالنا كتبقى جميله جدا. جود نمشيو دي. write the correct form of the words in brackets. اوكي اذا هنا في دي عندنا كلمات كما سبق لنا الذكر words صافي words كلمات اللي غادي نحولوها اما noun ولا adjective ولا verb ولا verb adjective ولا verb noun الى اخره على حسب الجمله. اذا this review الجمله الاولى this review gives an interesting and a describe. Describe is a verb صافي describe is a verb عندنا interesting خصو يتبعها ماذا noun اوكي خصو يتبعها noun ماشي verb. اذا noun ديال describe هو دي description اللي كتعرفوا كل شيء اوكي. This review gives an interesting description of the best movie of the year. يعني هذا الحوار ولا هذا المراه التلخيص كيعطي لنا واحد الوصف الجميل ولا مهم لاحسن فيلم في السنه. Description اوكي. Number 2 the workers have become more and a product اوكي product after increasing their salaries. يعني بعد ماذا الرفع من اجرهم. اذا هنا خصنا نشوفوا شنو غادي تكون هاد الكلمه شنو غادي تحول صافي. more خصنا adjective صافي يعني اصبحوا ماذا اكثر انتاجيه. علاش لانهم رفعوا من اجورهم صافي. اذا more productive okay more productive اكثر انتاجيه after increasing their salaries بعد ماذا رفعوا من الاجور ديالهم. اذا خدموا مزيان وعطوا الانتاج. good e fill in the blanks with the right words from the lists okay from the lists. اذا هنا غادي نمشيو عندنا هنا اللي لاحظتوا phrasal verbs بجوج السؤال الاول السؤال الثاني okay phrasal verbs. السؤال الاول عندنا came across صادف او التقى عن طريق صدفه. came back عاد او رجع. came down came down كنقولوا اما انهيار ولا نزل شي حاجه بحال مثلا العمله نزلت ولا هبطت ولا انهارت يعني مصطلح انهار came down يعني بقى فيها ميتشل اوكي. good اذا غادي نشوفوا شو من الفريزل فيرب اللي غادي تجينا. لطيفة one of her Moroccan friends احد صديقاتها المغربيات when she was in نيويورك عندما كانت في نيويورك. اذا هنا بين اذا صادفت ولا التقت عن طريق الصدفة اللي هي came across okay came across one of her Moroccan friends when she was in نيويورك. number 2 we need to ان هنا stand up اللي هي الوقوف wake up الاستيقاظ take up بداية في هواية أو نشاط ترفيهي. we need to early هل كلمة سير باكرا because the train leaves واحد كلمة أو الثانية leaves ماذا
at 6 a.m. لأن القطار يغادر مع السادسة صباحا. Okay. إذن we need to وش stand up وش نقفو no وش take up نمشي ونديرو شي نشاط ولا no. إذن we need to wake up علينا أن نستيقظ باكرا لأن القطار يغادر على الساعة السادسة صباحا. Okay. نمشي سؤال F. Filling each blank with appropriate word from the list. يعني gender. Gender ولا genre. يعني male or female. صافي الذكور والإناث. Machines. الآلات. Resources. مصادر. Skilled. يعني موهوبين. لديهم خبرة. Sustainable. مستدام. Population. سميتو population. السكينة. Okay. Children هما الأطفال. شوفوا number one. Some countries with limited natural. إذا غادي نقلبوا على الكلمة اللي كتمشي مع natural. Okay. كاين كلمة كتمشي مع natural. يعني كتكون معها collocation. كتكولوكا معها كتصبح لنا collocation. لأن الكلمة اللي كتمشي مع natural هي resources. Okay. Resources. يعني مصادر طبيعية. Face economic and social problem. Some countries with limited natural resources. يعني بعض الدول ب المصادر الطبيعية محدودة. Limited. يواجهون مشاكل اجتماعية واقتصادية. Number two, women activists are still fighting. النساء نشيطات يعني ماشي نشيطات من ناحية النشاط لا من ناحية نشطاء يعني كيدافعوا على الحقوق ديالهم إلى آخره. Women activists are still fighting. ما زلنا يكافحنا. Okay, fighting. ضد ماذا أو من أجل ماذا؟ Discrimination. Discrimination هي الميز in the workplace. في المكان في العمل في الأماكن العمل. إذا هنا من بين كلمات اللي غادي تجي مشي مع discrimination يعني غادي تكولوكا معها باش تدينا المعنى جميل جدا يعني اللي هي gender. Okay. Gender discrimination تمييز العنصري بين الجنسين. صافي gender discrimination يعني تمييز العنصري بين الجنسين الذكور والإناث. Number three, we should work together to help street with food and shelter. إذا عندنا هنا كلمة سر هي street وعندنا هنا food shelter. إذا شكون من الكلمة اللي غتمشي مع street يعني تكولوكا معها باش تعطينا good collocation. الكلمة اللي هي children. Street children يعني أطفال الشوارع. أوكي أطفال الشوارع أو المتشردين في الشوارع. With food and shelter. Food المأكلة الشيلتر هو المأوى. رابعا more and more أكثر فأكثر ماذا؟ workers عمال are leaving their countries to work abroad. يغادرون دولهم للعمل في الخارج. إذن إيش من نوع workers اللي كيمشي واللي كيغادروا باش يخدموا اللي هي هما skilled. Okay. More and more skilled workers are leaving their countries to work abroad. كثير والكثير من عمال موهوبين يغادرون دولهم للعمل في الخارج. Okay. Good. غادي نمشيو السؤال الموالي. السؤال الموالي اللي هو G. Match each expression with its appropriate function. دائما هاد الأسئلة سهلين عندنا expressions وعندنا functions. صافي I shouldn't have missed my class. إذا نادي نقلبوا على كلمة سير. كلمة سير اللي هي should have missed. إذا من كيكون عندنا should have plus past participle automatically هنا كنضعو على regret. Okay, thus the regret. إذن فين هي regret واش عندنا؟ عندنا الأول suggesting تاني lack of understanding. C regret. D complaining. E making a request. إذن regret هي في C. إذن number one غادي نجينا number one كتبو C. Good. Number two, could you fill in this form for me? إذن كلمة السير هنا هي could you. إذن could you كنستعملوها في request واش عندنا request أنا نشوفو A suggesting, B understanding, C regret, D complaining, E making a request. إذن ها هي E. Number two, it is E. Three, I'm sorry to say this, but the food is too salty. أسف لقول هذا ولكن المكلة ماذا ملحتها بزاف. Too salty. Okay, good. إذن سير كلمة سير هي I'm sorry, but I'm sorry to say this, but هذه الإكسبريسيون معروف كنستعملو فاش complaining اللي كنمشيو كنديرو الشكايه كنقولو اسف لقول هذا ولكن يعني بواحد الطريقه مؤدبه جدا. اذا complaining اللي هي دي. اوكي اذا ثلاثه دي. غادي نمشيو نمبر 4. I'm afraid I still can't get the point. اوكي I'm afraid. اذا هنا هي الكلمه السير can't get the point ما فهمتش. يعني هنا كن
نطلبوا من الاستاذ ولا من شي واحد ولا كذا، ماذا بان ما فهمناش. خصنا شنو هنا؟ expressing lack of understanding اللي هي B. اذا 4 غادي تمشي مع B. اذا suggestion غير زايده هنا، ما عندهاش البلاصه. صافي، الطريقه نتوما اللي غادي ديروها هي يعني هاد الطريقه اللي هنا 1 it's c2 it's e3 d4 b. غادي نمشيو h. complete the following exchange appropriately. And then number 1, the super cup final match will take place in Casablanca. يعني المقابله النهائيه للسوبر كاب اوكي غادي تاخذ غادي توقع يعني take place يعني فين غادي توقع هذا الماتش هذا؟ في كازابلانكا. We will certainly watch it. بالتأكيد سنشاهدها أو سنتفرج فيها. Okay؟ إذن هنا it's a good news. Okay؟ مثلاً I'm happy to hear that. Okay؟ I'm happy to hear that. ولا really that's good. Okay. عبارة أخرى really that's good. ولا حاولوا ترجعوا للضغط ديال good news bad news وتقلبوا كاين بزاف ديال سميتو expressions العبارات اللي ممكن تستعملوها هنا في هذا السؤال. Okay. Number 2, I think that robots will soon replace teachers. أعتقد بأن robots يعني الآلات قريبا ستعوض الأساتذة. Okay. إذن هنا عطانا الرأي ديالو هاد التلميذ ولا هاد الولد، عطانا الرأي ديالو، إذا خصنا نردو عليه. أوكي، واش نوافقو معاه ولا ما نوافقوش معاه؟ أوكي، هنا ممكن نديرو I don't think so. Teachers، أوكي، teachers aren't okay, teachers aren't replaceable. Okay, aren't replaceable. Okay, لا يمكن تعويضهم. Okay, teachers aren't replaceable. Okay, لا يمكن تعويضهم. ولا it's impossible. Okay, مثلا ممكن نكتبو it is ماذا؟ It's impossible. Okay, it's impossible. Okay, because teachers interact with students. Okay, interact with students. يعني يتفاعلون مع التلاميذ. Robots cannot. الروبوت داكشي اللي مسجل فيه هو اللي كيعطيك، ما كيعطيك شي حاجه اللي هي اكثر. والاساتذه الاستاذ ممكن تسولو تجاوب معك انتراكت يعني يتفاعل معك. اوكي، ولكن روبوتس نات. هنا ممكن ديروا اي حاجه اللي مهمه يعني ممكن توافقوا. كاين اللي ممكن يقول لك يس اوف كورس روبوتس ويل سون ريبليس تيتشرز. اوكي، هذا الراي، كل واحد الاراء ديالو، كل واحد كذا. صافي، إذا شفتوا الطريقة سهلة جدا لإجابة على الأسئلة ديال language وفي وقت وجيز، حاولوا ما أمكن أن تراجعوا دروسكم بطريقة جيدة لكي لا تضيعوا النقط في امتحان وطني إن شاء الله. و good luck.